مع التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها عدد من ولايات الوطن، شهدت أسعار البقوليات بأسواق التجزئة ارتفاعا فاحشا، ما جعلنا نسأل عن خلفية هذا الارتفاع والتفاصيل مع إيمان عياش. ارتفاع أسعار البقوليات بأسواق التجزئة مؤخرا جعلنا نتساءل عن واقع شعبة إنتاج الحبوب الجافة بالجزائر، فاخترنا العدس الذي تؤكد الإحصائيات أن إنتاجه فاق 18,000 قنطار، تطور جاء نتيجة المجهودات التي يبذلها الفلاحون. على مستوى تعاونية غليزان في هذا العام تم جمع ما يقارب 18,000 قنطار، كان النسبة الكبيرة فيها مادة العدس. نتوقع الإنتاج العام الجاي إن شاء الله يكون يفوق 30,000 قنطار، صافي بزيادة تاع 12,000 قنطار بالنسبة للعام هذا. يبدو أن أمل التوقف عن استيراد العدس وباقي البقوليات لا زال بعيدا، فحتى المستهلك لم يتعود بعد على استهلاك المنتوج المحلي، لذا تسعى التعاونيات في عدة مناطق إلى توفير هذه المادة بأسعار مناسبة. احنا ماذا بنا العدس هذا، الفلاح تاعنا لازم لهم يضماندوا العدس من الدوله في طعون تشو من عندنا، ما نجيبوش من الخارج. سيتم توزيعه على مختلف تعاونيات اللي ما عندهاش هذا المنتوج، وهنا بالنسبه لغليزان سيتم فتح نقاط بيع تكون قريبه من المواطن، باه المواطن يتعود على استهلاك هذا الماده الحيويه اللي راها في نظره في الوقت الحالي، والسعر تاعها لاحظناه مره على مره يطلع في هذه الفتره بالذات. تشجيع الفلاحين لمضاعفه الانتاج وتقديم الدعم خطوه مهمه لتغطيه متطلبات السوق الوطنيه من هذه المواد، وكذا التقليل من فاتوره الاستيراد التي اهلكت الخزينه العموميه.